كريستيان رونالدو يهدر ركلة جزاء في تصفيات كأس العالم أمام منتخب أيرلندا، ويحدث حدث غريب جدا يثير الجدل على مواقع السوشيال ميديا. تصرف غير أخلاقي من كريستيانو رونالدو منذ قليل. كريستيانو رونالدو يقوم بضرب لاعب المنتخب الأيرلندي في وجهه مثل المراهقين، والحكم شاهد ما شافش حاجة. كان المفروض أن يقوم بطرده وحرمانه اللعب 5 مباريات على الأقل. شاهدوا اللقطة الغير أخلاقية من رونالدو على اللاعب المسكين.